طبعا بالنسبة حق الجمعيات السياسية، مشاركاتها في السنوات الأخيرة والدورات الأخيرة قلت عن السابق في البدايات. كان في فترة من الفترات كان في تمثيل أكبر للشريحة في الجمعيات، ولكن الإحباطات اللي صارت من بعض الجمعيات توجهوا الناس اللي يتجه إلى أن يكون تمثيل إلى المستقلين. زادت نسبة المستقلين حتى بدأ تمثيل الجمعيات شبه معدوم. في السابق كنا نتحدث عن 50% تقريبا، أو وصلنا إلى 70%، وعقب وصلنا إلى 50، وعقب قلت نسبة الجمعيات السياسية. فالجمعيات السياسية مفروض يكون لها دور أكبر، لأن العمل السياسي عمل جماعي ويحتاج إلى جمعيات وعمل مشترك. فهذا يعتمد على إيش كثر المجتمع عنده قبول حق الجمعيات السياسية. حظوظهم الآن بدأت أصوات كثيرة تطلع أن لابد أن ترجع الجمعيات السياسية، خاصة إحنا خذين أفضل تجربة في الخمس فصول هي الفصل الثاني اللي في 2006، كان تمثيل الجمعيات السياسية أكبر تمثيل، وكان مخرجات هذه الفصل كان كثير، في مكتسبات كثيرة منها علاوة السكن وعندنا علاوة الغلاء، وهذه كلها تعتبر من مكاسب 2006.